مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعمل الطحينة. الطحينة طبعا داخلين على الصيام، فما فيش حاجة اسمها ان الطحينة نقدر نستغنى عنها. لا، الطحينة دي اساسية جدا طول فترة الصيام ومش هنقدر نستغنى عنها خالص. فلذلك بقى قررت ان انا اعمل لكم وصفة طحينة ملهاش حل، وصفة الطحينة الاقتصادية بتاعة المطاعم. ازاي هنعملها؟ بمنتهى البساطة. كل اللي انت هتحتاجيه عيش، هتحولي العيش لطحينة بطريقة جديدة قوي ما حدش قالها لك قبل كده. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، وما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وما تنسوش ان انا ان شاء الله الفترة اللي جاية دي هبدأ انزل كل الوصفات الصيامي علشان خاطر الصيام الكبير وصيام يونان، وهنبدأ ننزل كل يوم وصفات صيامي وحلويات ومعجنات، وكلها بدون بيض ولا لبن ولا زبدة، وكمان بدون لحم ولا فراخ ولا سمك. كل الحاجات دي هتشوفوها معايا النهاردة. بس يلا نبدأ حالا ونشوف عملنا الحاجات دي ازاي. اول مكون عندي هو السمسم. اللي انا هحتاجه من السمسم عبارة عن 4 معالق كبار من السمسم، هيعملوا معانا كيلو طحينة. ازاي؟ هتشوفي دلوقتي. هنجيب السمسم، طبعا السمسم بتاع الطحينة بيكون سمسم متحمص، وزي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا اجيب السمسم وابتدي ان انا اطحنه لحد ما يبقى زي البودرة خالص كده في الكبة او في مطحنة الخلاط. اهم حاجة ان انا احصل على حاجة اسمها دقيق السمسم، هو ده الهدف من طحن السمسم. اول ما يوصل السمسم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بصوا بقى زي الرملة المبلولة كده، طلع الزيت بتاع السمسم والسمسم اتطحن كويس قوي قوي. عشان خلي بالكم الطحينة بتبقى حلاوتها في ان هي تبقى متظبطة كده، ويعني تبقى كلها مكونات متجانسة مع بعضها. ال4 معالق من السمسم هحط عليهم كوباية من الدقيق. 4 معالق سمسم هحط معاهم كوباية من الدقيق بالكوبايات المعيارية. هبتدي ان انا اقلبهم واحدة واحدة لحد ما الدقيق ودقيق السمسم يختلطوا مع بعض. بعد كده هاخدهم اديهم تحميصة على في الطاسة كده على النار، تحميصة هادية قوي خفيفة. وبعد ما احمصهم ارجعهم الكبة تاني وابتدي ان انا اطحنهم، وبعد كده ابتدي ان انا احطهم في طبق. تخلي بالكم من الملاحظات اللي انا بقولها. بعد ما ابتدي ان انا اخد الدقيق كده والسمسم، ابتدي ان انا اديله تحميصة خفيفة على النار، وبعد كده ابتدي اطحنه طحنة في الكبة، وبعد كده ارجعه للطبق تاني، وبعد كده ابتدي احط عليه 4 معالق كبار من الزيت، وابتدي ان انا كل معلقة سمسم خدت معلقة زيت، وابتدي ان انا اعجن عجينة كده اللي هي عجينة دقيق السمسم بالدقيق البلدي او الدقيق بتاع المخبوزات، وابتدي ان انا اعجنهم بالشكل ده لحد ما يكونوا معايا عجينة فعلية يعني اقدر امسكها في الايد بايدي كده واشكلها. بس عجينة معمولة من ايه؟ معمولة من الزيت، مش معمولة من المية. مهم جدا ان انا اخلي كل حبات السمسم والدقيق تتغلف كويس بالزيت علشان خاطر هو ده اللي هيديني القوام التقيل بتاع الطحينة. اول ما نوصل للمرحلة دي هنجيب بقى العيش بتاعنا. انا هنا هاخد العيش البلدي. في ناس على فكرة ممكن تستخدم العيش الفينو، على فكرة العيش الفينو بيدي نتيجة حلوة جدا، بس يعني مكلف شوية، فاحنا هنستخدم العيش البلدي. لو هتستخدموا العيش الفينو هتمسكوا العيش الفينو برضو. لو عندكم عيش على فكرة فينو خلاص مش هتستخدموه في سندوتشات او نشف، برضو هينفع في الوصفة دي. هتجيبوا العيش وتحطوه جوه مية مغلية، كل رغيف عيش هتحطوا له ربع كوباية مية مغلية، تمام؟ طيب ال4 معالق طحينة هياخدوا قد ايه عيش؟ هياخدوا حوالي رغيفين من العيش بتاع الفرن، رغيفين هنحط عليهم نص كوباية مية مغلية، تمام؟ يبقى احنا خدنا 4 معالق سمسم على كوباية دقيق على رغيفين عيش، حطينا عليهم نص كوباية مية مغلية، لحد ما سيب العيش كده لحد ما يبوش خالص ويبقى تحس ان هو يعني داب كده في المية، وتقريبا شرب كميه الميه المغليه كلها. لازم الميه اللي نحط فيها العيش تكون ميه مغليه، ما تكونش ميه بارده علشان خاطر انا محتاجه العيش يبوش ويطرى خالص خالص، خصوصا بقى لو احنا مستخدمين عيش ناشف او عيش بايت. وهبتدي اجيب العيش بالميه اللي فيها دي وابتدي ان انا اطحنه في الكبه حلو قوي لحد ما يبقى عندي تقريبا كده العيش شبه الطحينة، يعني اطحن العيش بالمية لحد ما احس كده ان هم بقوا شبه قوام الطحينة. اطحنه كويس قوي في الكبة او في الخلاط المتوفر عندي لحد ما يبقى بالشكل ده. اول ما يبقى بالشكل ده ابتدي انزل واحدة واحدة على خليط العيش بالمية على خليط او قوام الطحينة اللي انا عملته، وابتدي ان انا اقلب بالشكل ده لحد ما احصل على
الطحينة الخام. خلي بالكم الطحينة هنا هتكون تقيلة، والعيش كل ما هننزل عليه بالطحينة، الطحينة مش هتخف زي ما انتم متخيلين، لا هي هتتقل لان ده عجين، فهيتقل معايا العجينة. شايفين انا كل ما بحط كل ما بتتقل. لكن احنا لو عايزين نعمل الطحينة اللي بناكلها دي، الطحينة الخام دي اللي تتحط في العلبة وتاخدي منها وتبدأي ان انت تعمليها، لكن الطحينة الخفيفة دلوقتي هوريها لكم ازاي هنحول الطحينة دي لطحينة خفيفة، لان انا قلت لكم اول الفيديو احنا من 4 معالق سمسم هنعمل كيلو، وفعلا لو وزنتي اللي طلع معاكي من الطحينة دي اخر الوصفة هتلاقيه كيلو كامل، كيلو صافي هتحطيه جوه بطرمان. بس طبعا الطحينة دي عشان داخل فيها عيش وخميره وكده، فمش هينفع ان هي تتساب في رف التلاجة، امال دي بتتخزن ازاي وما ينفع تتساب من بره. انا بديهم ضربه في الخلاط بعد ما بخلص عشان كلهم يبقى نفس القوام بالشكل ده، وبسيبهم ساعه. بعد ساعه بتلاقي لونهم اغمق وبتلاقيهم تقلوا، يعني بعد ساعه بالظبط من الطريقه دي هتلاقوا لون اغمق، بس ما تحطوهمش في التلاجة في الساعه دي، في الساعه دي هتسيبوهم من بره، هتلاقوا لونهم اغمق شويه وهتلاقوهم تقلوا. يبقى كده انت وصلتي للقوام بتاع الطحينه الصحيح. هتحطيهم في اكياس وتحطيهم في الفريزر وتطلعي على قد اللي انت عايزاه، يعني مثلا عايزه ممكن تقسمي الكيلو ده على 4 مرات، وكل مره تحطيهم بقى في الفريزر. وزي مثلا انا دي مطلعاهم من الفريزر دلوقتي حالا، سبتها تسيح لمده 10 دقايق، وتعالوا نعمل منها الطحينه العاديه. هجيب هنا دول تقريبا كده 4 أو 5 معالق كبار، انا مخزنهم في كيس تلاجة. هبتدي ان انا اعصر عليهم ليمون بالشكل ده، بس طبعا لما بطلعهم الفريزر بسيبهم يفكوا خالص من الكيس، وبعد كده بحطهم في طبق كده عشان ابتدي ان انا احضر سلطة الطحينة بتاعة الصيام. هبتدي ان انا احط عليهم ليمون كده، عصير ليمون اعصره، بلاش البذر عشان ما ممررش، وابتدي ان انا ابتدي ان انا اقلب كويس الطحينة مع الليمون علشان خاطر الطحينة دلوقتي تديني سلطة الطحينة. وخلي بالكم برضو هنعملها تقيلة، يعني برضو مش هتبقى خفيفة، هتبقى تقيله حلوه كده تغمس زي الفل، يعني ما تبقاش خفيفه كده وميصه، علشان خاطر الناس اللي بتقول لي الطحينه بقت غاليه جدا وما نقدرش نستغنى عنها. انا عارفه الموضوع ده، فعشان كده قررت ان انا اعملها لكم بطريقه اقتصاديه. وعلى فكره دي طريقه المطاعم، واغلب المطاعم لازم يضيفوا العيش للطحينه علشان خاطر طبعا يعملوا كميات كبيره، وهي مش حاجه مش مضره ولا اي حاجه، العيش طبعا مش حاجه مضره، فمش يعني ما يعتبرش حاجه بتضر الناس، ده بالعكس حاجه كويسه وفي نفس الوقت بتوفر معاكم. هتبداوا بعد كده تحطوا 2 أو 3 معالق من الخل، هتلاقوا الطحينه تقلت معاكم خالص، مش عارفين حتى تقلبوها من كتر التقل بتاعها. ساعتها هتجيبوا ميه عاديه خالص من حنفيه، لا سخنه ولا بارده، وهتبداوا تضيفوا واحده واحده بالميه لحد انتوا بقى ما تحسوا ان ده القوام المظبوط بتاع الطحينه اللي انتوا عايزينه. يعني انتوا عايزينها خفيفه قوي، عايزينها تقيله قوي، عايزينها تتاكل بمعلقه، هتحطوها في سندوتشات. كل واحده ليها يعني ليها قصه بقى في السمك بتاعها، فانتوا تشوفوا انتوا عايزين توصلوا لحد فين. خلاص انا متهيألي ده بالنسبه لي القوام المثالي للطحينه. هبتدي ان انا اضيف البهارات بتاعتي، والطحينه بيضاف لها حاجات بسيطه جدا، اللي هي ايه بقى عشان بس تبقوا عارفين، الطحينه بيضاف لها الكمون المطحون، بس ما مش بنكتر عشان ما يغمقش لونها وكمان ما يمررهاش، وبتضاف لها ملح خفيف قوي كمان عشان خاطر احنا حاطين ليمون وخل، بس بيضاف لها بابريكا وبيضاف لها شطه، دي على حسب يعني مذاق الحاجه انتوا حابينها حاميه حابينها تبقى بارده، براحتكم خالص. وفي ناس بتحط عليها فصوص ثوم لو انتوا حابين برضو، دي اضافه يعني زياده للطحينه. بس كده وبتتقدم في اطباق، وتقدروا تاكلوها مع اي حاجه تاني، وتقدروا كمان تعملوا بيها سلطه بابا غنوج بتاعه البتنجان، وهعملها لكم ان شاء الله قريب. اتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفه وتكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل، وما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل بيتابعني وبينتسب في القناه، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوه. تحياتي ليكم بالف هنا وشفا، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.